علشان نشوف في مصر عندنا الرموز والعظماء في الكوره زي كابتن محمود الخطيب، زي ابو تريكه، زي بركات، زي محمد صلاح، كل النجوم اللي ظهرت في الكوره اكيد في مدربين، في كشافين، وفي عين خبيره هي اللي اكتشفت المواهب دي. في برنامجنا برنامج الاشبال هنسلط دايما الضوء على كل الكشافين والمدربين وكل الخبراء اللي اكتشفوا لنا المواهب، امثال عبد البقال، امثال الكابتن مصطفى حسين، كابتن فتحي نصير، كابتن جوهري، كابتن بدر رجب، وغيرهم وغيرهم كتير من النجوم اللي اكتشفوا لنا كل المواهب العظيمه في اللي ظهرت في الكره المصريه. نروح نشوف تقرير عن الكابتن مصطفى حسين ابو الاشبال ونرجع لكم مره ثانيه. مصطفى حسين اسم يعرفه كل أهلاوي يهتم بنشأة نجوم القلعة الحمراء، وكيف كان استقبالهم عند اختيارهم لارتداء الفانيلة الحمراء هو الملقب بأبو الأشبال. فمعظم نجوم الأهلي في مختلف الأجيال تدربوا تحت قيادة الراحل مصطفى حسين، العين الخبيرة والجديرة بتأهيل اللاعبين الصغار وتجهيزهم ليدعموا الفريق الأول. فقطاع الناشئين من أفضل الموارد التي يعتمد عليها الفريق الأول، وكانت هناك صوالات وجولات للراحل أبو الأشبال الذي تربى على يديه العديد من النجوم الكبار الذين حققوا بطولات وإنجازات للقلعة الحمراء وساهموا في صناعة التاريخ الذي يفتخر به كل أهلاوي. مصطفى حسين بدأ حياته الكروية لاعبا في النادي الأهلي في فترة الخمسينيات، حيث كان من أفضل المدافعين، صال وجال مع الأهلي حتى انتهى مشواره داخل المستطيل الأخضر بنهاية الخمسينيات، ثم دخل مجال التدريب في بداية الستينيات. ظهرت ملامح تفوقه التدريبي في فترة وجيزة، ولكن مع توقف الدوري لظروف الحرب لم تكن هناك سوى فرق 16 و 18 سنة فقط في الأهلي. تولى تدريبها وبمساعدة زميله فتحي نصير انضم لفريق 17 سنة نجم الأهلي محمود الخطيب، وأيضا كان من ضمن اللاعبين مصطفى يونس وماهر همام وإكرامي. وفي فريق 18 سنة كان هناك الراحل ثابت البطل، مصطفى عبدو، زيزو، صفوت عبد الحليم، أحمد عبد الباقي. قاد مصطفى حسين شباب الأهلي الذي يضم الخطيب لأكبر نتيجة في تاريخ القطبين الأهلي والزمالك، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر 7 أهداف لهدف، رغم أن الزمالك كان متقدما بهدف من البداية. كل من اقترب من أبو الأشبال ليحكي عن علاقته بالناشئين كان يعاملهم كأب وليس كمدرب. كان قريبا جدا من اللاعبين كأنه أحد أفراد أسرتهم، هو ما جعله النجم المفضل لجميع الأشبال. محمود زي ما قلت في البداية بيتمتع بموهبة كبيرة جدا وقدرات في الكرة، يعني مش ممكن تلاقيها في لعيب إلا بقى من سنين لسنين تاني، زي أي موهبة في الفن نفس الشيء. فكان بيمتاز أولا بالترقيص بشكل ما يتصوروش حد، وكان بيمتاز بالمرور في أقدر أقول في تقسيمة من 5 بين كل واحد منهم متر، يعني كان صعب جدا على أي واحد يعملها إلا إذا كان عنده هذه الموهبة وعنده هذه القدرة، وكان محمود الخطيب بيتمتع بهذه القدرة. الناحية الثانية محمود الخطيب عنده وفاء لعائلته، كان دايما يقف وسط الأشبال الصغيرين ويشجعهم، ودي برضو نوع من الوفاء بالنسبة للعيب زي محمود الخطيب. ونأمل إن شاء الله إن يطلع في النادي الأهلي قريب قوي محمود الخطيب 1 و2 و3. طول عمر النادي الأهلي مفرخ للمواهب، وطول عمر النادي الأهلي قاعدة لمصر بالنسبة للعيبة ذو القدرات الكبيرة.